الثقة والعدل. طبعا مين ده غلبان؟ البرايمري سكس اورجان الاقلام يا ابراهيم هو الصوت. الصوت الاقلام الصوت. طيب الغباوات بتاع ان واحد يقول برايمري سكس اورجان هو البينس ده كلام يعني تعلم بيه. البرايمري سكس اورجان هو التستس ان ميل اوفر ان فيميل. وبوث هاز جوت تو فانكشنز اكسوكراينال واندوكراينال. شكرا. اكسوكراينال فانكشن انه يطلع سبير سبرماتوجين ده السيمينيفروس تيبوس اللي فيها السيرتوري سيل وبتطلع في النهايه السبير. في الاوفري بتطلع اوفا تطلقها في الفالوبيان تيوب. وفي اندوكراينال فانكشن ان جنب السيمينيفروس تيبوس في انفلستيشن سيلز هنا اللي بتطلع اندروجين ومجموعة الهرمونات الذكرية اللي اهمهم التستوستيرون زي المينرال وكورتيكويد كتير اهم واحد اندروستيرون وكورتيكويد كتير اهم واحد كورتيزون. عشان تفهم العلاقة بين كلمة اندروجين وتستوستيرون اندروجين ده مجموعة كبيرة اهمهم التستوستيرون. يبقى دي اندوكراينال فانكشن دي اكسوكراينال فانكشن. طيب نيجي بقى السكندري سكس اورجان. ولاحظ طبعا التستيرون ده ستيرويد عشان كده الخلايا دي بتاعت الفاشيال سيلز فيها ليبيد لان علمتكم المره العشرين ستيرويد ده ليبيد معمول من كوليسترول عشان كده فيها ليبيد. الكوليسترول ده نوع من انواع الليبيد عشان تقدر تعمل تستوستيرون. سكندري سكس اورجان في سيستم اوف تيوبس اللي هي بتبتدي بالابيديديمس اللي هو 6 سنتي وبعدين الباص. وخد بالك السبيرم جوه التستس بيبقى اماتيور واموبايل ما بيتحركش لازم يقعد شويه في الابيديديمس عشان يبقى ماتيور وموبايل يتحرك. يعني الستورج في الابيديديمس ده مهم قوي. بعدين في ثلاث غدد مهمه جدا السيمينيفروس تيبيول دي حتى خد بالك اسمها سيمينيفروس يعني دي الوحيدة اللي فيها كلمة سيمين لأنها بتكون 60% من السيمين جاي من السيمينيفروس كده هي دي اللي استحقت اللي تبقى فيها كلمة سيمين سيمينيفروس. بينما البروستات مثلا بتعمل 30% من الإفراز 30%. طب ايه أهمية السيمينيفروس تيبيولز دي؟ بتدي غذاء السبيرم. انت بتحب الجلوكوز السبيرم يحب الفراكتوز فراكتوز. البروستات مسؤول عن ندخل السكريشن الكالاين. كلكم حافظين نص المعلومه تو نيوترلايز الاسيديتي اوف فاجينا. لا السيمن الكالاين عشان نيوترلايز الاسيديتي بتاعتك انت بتاعت الميل وبتاعت الفيميل فاجينا. طب هو ليه ربنا عمل الميل يوريترا والفيميل فاجينا اسيديك وكل بكتيريا؟ لان حاجات فاتحه على بره على الاتموسفير ممكن تدخل بكتيريا فهي اسيديك تكيل بكتيريا. طب هي ممكن تموت السبير ما تخافش وقت الايجاكوليشن الاسيد دي هنعادلها بالبروستاتيك سيكريشن. الاوكسيتوسين از نيدد فور بروستاتيك فانكشن. عشان في ناس فاكره الاوكسيتوسين ده وظيفته فقط الفيميل. لا مهم في الميل بيساعد الايجاكوليشن بيعصر البروست بيساعد الايجاكوليشن. PSA ده مشهور جدا النهاردة تومر ماركر دلالات الأورام بروستاتيك سبيسيفيك أنتيجين. بروستاتيك سبيسيفيك أنتيجين كل الناس فوق سن 50 و60 النهاردة في الدول المتقدمة بيقيسوا PSA عشان نكتشف الورم قبل حدوثه لأنه بيزيد في الكانسر. بس خد بالك عشان ما تخضش حد من قرايبك لان في ناس كتيره قوي بيعلمنا هذا زايد عندهم البي اس اي وما عندهمش بروستاتيك كانسر. بيجي في ثلاث احوال بروستاتيك كانسر او بناين انلارجمنت يعني ورم حميد في البروستات مش كانسر او التهاب البروستاتا. بمعنى اخر تاني عشان دي النقطه الكلينيكيه المهمه زياده البي اس اي لا تساوي كانسر تساوي ان في احتمال كانسر. سبيشالي اقول لكم بس دي مش عليكم لو زاد الرقم فوق 10 يونت يعني تحت 10 ما نبقاش نفكر في الكانسر قوي.
هو نورمالي تحت 4 معلش الاعداد دي فوق 10 تبقى تفكر في الكلب. وعشان ما تخضش عيان اللي هي البي سي برغم ان هو بيقولوا عليه دلالات الاورام ما بيجيش في الكانسر بس في البناين انلارجم التضخم اللي بيحصل في عدد كبير جدا من الرجاله في البروستيت او في التهاب البروستات. ثالث غده اللي هي الكوبر جلاند بتطلع 5% ميوكس فور لوبريكيشن عشان ما يبقاش الكويتس الجماع الجنسي مؤلم فبيعمل بيبقى فيه ميوكس. طيب بعد كده بنلاقي حاجة لطيفة قوي ان الاسبرماتيك ارتري ربنا لزقه في الاسبرماتيك فين في كاونتر كارنت كده عندها الفين وده الارتري. ده ليه حاجتين هناخدهم بعد ثانية ما تكتبهمش انا كاتبهم ما تقلقش هشرحهم دلوقتي. احنا الاسبرماتوجينيسيس ده محتاج تستوستيرون يعني ايه علاقة الوظيفتين دول ليه ربنا حطهم مع بعض يبقى يثبت انه وراء الخلق خالق ده مش طبيعة شيء يزوم الشيء. الاسبرماتوجينيسيس تعتمد على تسترون عشان كده ربنا خلى التسترون ما يتعملش بره ويوصل شوية للتستر يتعمل في التست عشان يبقى فيري هاي كونسنتريشن اشوف الروعة وعشان يتمسك جوه التستس عمل حاجة اسمها اندروجين binding protein حتى اختصارا ظهر فيها بابريشن انجن بايلت مكتوب بعدين بس انا مش هشرحه ده عشان يمسك تسترون جوه. وشوف الاروع بقى حتى لو التستوستيرون ده هرب شويه منه في الفين هنا القطر يدع في الفين يبقى واحد كاونتر كار والتستوستيرون ليبيد سوليد فهيدوب شويه منه يتنقلوا للارتي ويرجعوا تاني للتست. شيء رائع لما تفكر هل في طبيعة تعمل هذا التكامل الرهيب ان التسترون يتعامل في التستس ويتمسك في التستس بالأندروجين بايند بروتين والشوية اللي يهربوا يرجعهم تاني لان ماشيين جنب بعض الفين والارتي كاونتر كارنت وهو ليبيد سوليبل فيقدر يعدي الممبر. ده حاجة تانية الاسبرماتوجينيسيس دي عاوزة درجة حرارة او منخفض. طب الدم جاي من الهارت 75% من طاقة انقباض القلب بتطلع سوء الحرارة الدم بيطلع سخن بالقلب مش تبقى فاهم يعني الدم هنا جاي هوت. طب لو سخن التستس بعض الاسبرماتوجينيس لا الحرارة بالعكس بقى الدم راجع من بره من التستس في الفين بارد وجاي هنا سخن فالحرارة تفقد من الارتي للفين ويوصل ارتيال بلاد ساقع. يعني رجعنا اللي عاوزينه اللي هو التستوستيرون وتخلصنا مش من اللي مش عاوزينه اللي هو الحرام. شوف الروعة كل ده في كاونتر كارنت كيس معقولها طبيعة عمالة تجمع الأشياء بالطريقة الرهيبة دي. طيب كانت نصف الصفحة دي قراءة مش معنى ان هو مراقب لبعضه نصه ما تقريش يعني قصدي ما تحرص قري بس قراءة لا تقريش تبقى كتير قوي ما تكتبين ليه فالتوني فعلا هو البداية ده بنسميه تايم مانجر ده عاوز تعمل انت بقيت مهم بعد كده وما يموت يعني الله طبيعي مين يعني اور سيستم تي مين ده وانت تقدر تعملها بنفسك بقى ما نزلتك التول تعمل ازاي وترتب الحروف مع بعض والحروف مع بعض ترتيب مكان ليها طريقة ومجرد ما تفكر ترتيب المعلومات فهو ده لوحده خليها تنزل يعني مفكر طب ازاي دول يترتبوا التفكير نفسه هيخليك تثبت عندك ويحببك في المذاكره خليك منظم كده زي العبد الله الواحد تحت الاثنين تحت ثلاثة والايه تحت البي ليه شخبطك يلا بس يا عم بقى ده المكان السيء اللي انا طيب سيرتولي سيلز سيرتولي سيلز السايد جانكشن بين السيرتولي سيلز هو ده اللي بيعمل بلاط تست البير الدوت تست البير انا عاوز اسيب ايه اهميه الدوت تست البير ده وانزل لي تحت ارجع لها تاني فانكشنز اوف سيرتولي سيل نظري مهم وسؤال وضوء السيرتولي سيل ده سؤال مهم قوي واحد اربع وظائف السيرتولي سيل يعني الخليه النيرفنج سيل
الحاضنة الحانية للسبير. يعني ربنا حط جنب السبير سيرتوري ستيم عشان فرع السبير نورشمنت اند بروتكشن، تغذيها نورشمنت اند بروتكشن. نمرة اثنين، تعملية السبرماتوجينسيس في ديفيجن بالهبل، لان انت في الاجاكوليشن الواحدة بتطلع 400 مليون سبير في الاجاكوليشن. كان رحمه الله الاستاذ الدكتور محمد طلعت كان يقول لنا قد عدد سكان الهند في زماننا، دلوقتي الهند تخطط المليار مش 400 مليون. فطبعا بيطلع ديبرز، يعني مكونات الديفيجن بيطلع حاجات كتيره ممكن تيريتيت السبير. السيرتوري سيلز بتعمل لها فاجو سيتوز. نمره اثنين، ما تقلقش صف سيرتوري سيلز هي اللي بتعمل البلاد تيستس بارير. نمره ثلاثه، وظيفة البارير كنت علمتها لكم في البريمرز ايكويشن اللي فاتت، اي بارير ليه ثلاث وظائف. لماذا كلام بتاع اطفال؟ ليه بتبني سور حوالين بيتك حوالين الحديقه بتاع بيتك؟ عشان تحافظ عليها، ما حدش يجور عليك ويقول الارض دي تابع، عشان تحافظ على الكومبوزيشن بتاع السيمينيفروس فلويد. خلاص مكتوب اهي، ارجع تاني فوق، تو كيب ذا كومبوزيشن اوف سيمينيفروس فلويد. اللي هو بيختلف في البلازما في كونه هذا الفلويد، في الثلاث حاجات اللي محتاجاهم السبرماتوجين: بوتاسيوم وطبعا اندروجين، وصدق ولا تصدق بيسوس. واحد ينهر ابيض. العملية الذكرية، اكتر عملية ذكرية في الذكر هي تكوين السبير، محتاجة الهرمون الانثوي. يعني اكتر عملية ذكرية محتاجة الهرمون الانثوي بيسوس. فبقولها بطريقة فني: كما انه وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل سبير يسوس. مفيش سبير بيتعمل بدون يسوس. كما انه وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل سبير يسوس. مين البارير ده بقى؟ بيحافظ على الثلاث حاجات اللي محتاجاها الاستروجين: بوتاسيوم، يستروجين، الانس. تاني اختلاف بين السيمينيفروس فلويد والبلازما انه افقر في البروتين والجلوكوز. طب تاني وظيفة البارير قلت لك، يبقى الاول تحافظ على الكومبوزيشن، تمنع خروج حاجة. عمليات الديفيجن دي قلنا في ديبرز حاجة حتة صغيرة، لو خرجت بره في البلاد هتشتغل كأنشل. تصدق ولا تصدق الاميون سيستم بتاعك ما يعرفش الستيرز بتاعتك عمره شاف، لو طلع اي انشل منها هيكون ضدها انتي بادز. وخد بالك على الانتي بادز تدخل لك بسهوله اي سبير يولد ميتا. ده عاوز اعلمكم حته زياده، يعني اكتر من طول. امتى يحصل الكلام ده؟ بيحصل لو اتقفلت الضغط هنا، البريشر هنا هيحصل له ايه؟ هيزيد، تطلع الانتيجينيك برودكت دي بره. لان طول عمري علمتكم ان البارير ده عمره ما كان ابسوليوت، اي بارير نسبي كمال الله وحده. فلو اتقفلت الضغط هيطلع الانتيجينيك برودكت، الميون سيستم بيكون انتي بادز. عارف بعد كده لو شلت الاوستراكشن برضه وسط خلاص، لان خلاص الميون سيستم ابتدى يكون انتي بادز. حاولت شخص عقيم، اي سبيرم هتعملها الانتي بادز هتموتها اولا باول. فالبارير ده بيمنع خروج الانشي. من اكثر العمليات الحساسه في جسم الذكر هو السبرماتوجين، فبيمنع دخول التوكسينز من الذكر، يبقى يحافظ على الكومبوزيشن. نفس الكلام اللي قلته مع السيرفر سيركيليشن، يمنع خروج حاجة الانشن، يمنع دخول حاجة التوكسين. يمنع خروج الانشن، يمنع دخول التوكسين، دي حافظ على الكومبوزيشن. دي ثالث وظيفة فيها ثلاثة. رابع واخر وظيفة ايه اللي بالصفحة؟ في اربعة بصفحة حلوة. من ثلاثة ثلاثة من اربعة اربعة سكريتينج رول. السيرتوري سيلز بتطلع اربع حاجات: هرمونات، نمرة واحد، بتطلع لسه عايزين الاندروجين بايندينج بروتين اللي هو اختصاره عتاب ابريشن، اللي بيحتفظ بالتستوستيرون جوه التست، بتطلع موليريان انهيبيتنج سابستنس. هناخدها حالا دلوقتي، دي اللي بتمنع انك انت الاعضاء الانثويه فيك تديفلوب، تخلي الذكر اي حاجه انثويه تعملها انهيبيشن. اللي ذكر في عنده اعضاء تماثل الاعضاء الانثويه. طيب بعدين
طلع اكتيفين تزود اف اس اتش وانهبين ينقص اف اس اتش، والسيرتوني سيل طلع سيرتونين فالايستروجين. وانت عارف الايستروجين مهم للاستروماتو جنسيس علينا صح ايستروجين. طب نمرة فيه سيرتوني سيل بتعمل على روتيز انزايم، تعمل لي سهم صغير منه طالع على الايستروجين شيء يدوم الشيء. ازاي انت الميل بيعمل انسولين؟ الميل الاول يعمل انزيم، بعدين الاروماتيز انزيم يحوله الى ايش؟ نفس كان هنجيله في الكيميل، تعمل الاول انزيم بعدين تحوله الى ايش. وهنا عندي تامل خاص لعبد الله ان قصه الخلق واحده في الاديان الثلاثه، هي آدم أم إيف، وكل الناس عارفة أول آدم ثم أخذ منه حواء. فالناس تقول إن دي أساطير الأولين، الناس دي بتقلد إيه الكلام ده؟ يعني ليه مش هما دي مع بعض؟ إيه اللي قال لازم آدم ثم تأخذ منه حواء؟ فربنا بيرينا في أنفسنا قصة الخلق، أليست إن دي قصة الخلق؟ إن الأول تعمل أنجل يمثل آدم ثم يأخذ منه إيه؟ يعني مش تعمل دين مع بعض، لا اندروجين ثم يؤخذ منه اللي هو بيعمله ده ايش بالارماتيز انزايم. شكرا شكرا. ثالث حاجة بيطلعها السيرتوني سيل بروتيتيك انزايم وديزولف سايد جانكشن عشان تساعد الاسبرميشن ان الاسبرم يخرج للإكزوجين. وبعدين بتعمل لسه قايلين التيوبولار فلويد اللي هو قلنا ريتش ان بوتاسيوم ايسترن اند اندروجين فور ان بروتينز اند جلوكوز. ده واحد من اهم الاسئله فانكشنز اوف سيرتوني سيلز. وزي ما بقول في كثير من الناس ما يعني بيبقى الاسئله دي بالنسبه لهم مفاجاه. وفي ناس بتدرس بس مش فاهم ايه المهم مش المهم، ده كله عنده مهم ماليش كده. وساعات حاجه يتهيأ له ان هو مش مهم وهي مهمه. سيرتوني سيلز دي وورد وايد موضع اسئله، ليه جنب السبيرمز في سيرتوني سيلز الام الحانيه للسبيرم؟ اي ديبرس تاكلها فاجوسيتك المادتين تعمل البارير لما ثلاثة ليها تضغط من اربعه تكريت اربعه ثلاثه ثلاثه اربعه اربعه هتكتبها جنبيها جنب ثلاثه ثلاثه عشان تفتكر الكود بتاعها واربعه اربعه. نيجي بقى للسبرماتوجينيسيس، ده مهم في الهيستولوجي. فكتير يعيش وقال نظري غلط، ده التركيز عليه بقى غلط، ده نقدر يعني حاجة أقرب للقراءة. هل هو سؤال؟ اه بس مش في الهيستولوجي، سؤال هيستولوجي. فور فيزز 1 2 3 4 كل فيز بتاخد 16 يوم. يعني عملية تكوين السبرم بتاخد يحبوا بقى في الامسكيو حسابات 64 يوم. مش عملية تافهة. مش في ساعة بتعمل سبير 64 days. في سؤال تاني مكتوب مين؟ عارف ده الدفعة اللي بتتخرج كل 16 يوم تخرج دفعة تقضيك 16 يوم قبل ما تيجي الدفعة اللي بعدها، لأن آخر ستيج هياخد كام يوم؟ 16. يعني تخريج الدفعة بتخرج دفعة سبير كل 16 يوم، وبعدين تقعد بقى تعمل لها انفليشن على مدى ال 16 يوم. فده سؤال مكتوب الأعداد دي. طيب نيجي أربعة فيز. أول فيز بروليفيراتيف فيز، إن البرايمري سبرماتوجونيا خد بالك بروليفيراتيف يعني إيه؟ طب يبقى لازم ده ينتهي إن الواحد يدي 16 سكند سبرماتوجونيا. فاهم يبقى كام ديفيجن؟ أربعة، واحد يدي 2 و2 يدي 4 و4 يدي 8 و8 يدي 16. يكثر عددهم. يبقى اول ستيج ده مسؤول ان يكثر عدد السبير، لان في الاجاكوليشن بتطلع 400 مليون سبير. طيب ثاني ستيج الجروث، ان 1 سكند سبرماتوجونيا يدي، هنغير بقى من جونيا حاجه خليه بدائيه الى 1 برايمري سبرماتوسايت، سايت خليه، حط دايره حوالين سايت. ثالث ستيج هو الاهم اللي هو الانقسام الاختزالي موزس، انك انت عندك ضعف عدد الكروموزومات الهاب الديبلوي بالميوزس تتحول الى الهابلوي. فالبرايمري عنده الديبلوي، السكندري عنده الهابلوي. ويا ما حفظتها لطلبه ولا بيبقى مش هيقدر يفهمها. بص معايا،
secondary spermatocyte او primary spermatocyte primary عنده ال diploid ال secondary عنده ال haploid يبقى الاثنين واحد وواحد اثنين ال primary عنده ال diploid ال primary عنده ال diploid ال secondary عنده ال haploid يبقى كده انت عرفت في انهي خطوة بيحصل انقسام اختلاف من ال primary spermatocyte الى ال secondary spermatocyte هدي قلنا فروجيكت ال primary diploid ال primary diploid الواحد اثنين وال secondary عنده ال هتبقى نفس الكلام هناخده في الفيميل البرايمري اوغوسايت عنده الديبلويد السكندري اوغوسايت عنده ال هتبقى يبقى انت عرفت في الاثنين بيحصل امتى الميوسس من قسام الاختزال ثم بعد كده وان سكندري سبرماتوسايت بالميتوسيس تنتوس سبرماتيد اخر حاجه بقى ترانسفورميشن السبرماتيد يتحول سبرماتو زود ده سؤال نظري غلط ما تضيعش وقت يمكن اهم نقطه بالام اس كيو هي الستيج اوف ماتوريشن دي مهمه قوي محتاجه تستوستيرون اللي هي بتاعه الانقسام الاختزالي عندي كام اس كيو سؤال تبقى حافظها اوعى تنساها بالعكس البرايمري عنده الديب لوي والسكندري عنده نيجي بقى مره واحده ان 3 ديكيد رزاله مش هقول اسم الشخص لان انا لا اسيء الى اشخاص ساب كل ريبرودكشن وجاب سؤال كان افا كويس للطالب سبرميشن اند سبيرم كاباسيتيشن دي اللي بعدها تبع عليها سؤال نظري غلط لما هل جه لازال سبرميشن اند سبيرم كاباسيتيشن ابتدي بالسبرميشن رزالة حاجه رزله يعني رزل لا راء زاء شخص رزل جاب سؤال ارزل مني مين هو مش هقول جيت تعالى بصوا بس ده جمال قوي انا مش هقول ده لا نسيء الاشخاص قبل مش هقول يومان بين كده ساعدتكم بصوا معايا سبرميشن انك انت تخرج السبيرم الاماتيور الاموبايل من السيمينيفروس تيبيول الى الابيديدينوس يبقى ماتيور وموبايل هي دي عمليه السبرميشن الاكستروجن يعني اخراج اند ماتوريشن والسبيرم ايه دي العمليه دي ايه دي بثلاث حاجات طبعا المايه كتير ازاي انك سكويز تساعد اخراج ولسه قايلين البروتينيك انزايمز اللي كانت بتسيح شويه في سايد جنكشن عشان السبيرم يقدر يخرج بروتينيك انزايمز في السيرتولي سيل وبعدين الريلاكسين هرمون في البروستات بيطلع من البروستات طيب تاني عمليه سبيرم كاباسيتيشن اقلب الصفحات الفاضيه الاول عاوز احكي قصه عن السبيرم كاباسيتيشن من اكثر من عقدين من الزمن ما كانش الانسان عارف يعمل طفل نبيل ليه قعدنا لعشرات السنين نعمل ايه نعمل فكره معقوله جدا هات السبيرم بتاع الميل وحطه على الاوبا بتاعه الجنين مش راضي يعملها في الفرتيليشن نعيد العمليه thousands of times ولا مره السبيرم يعمل فرتيليشن اوبا لحد ما اكتشفنا ان السبيرم عشان يبقى عنده الكاباسيتي عشان كده سموها سبيرم كاباسيتيشن ان الفيرتلايز اوفن لازم يقعد في الفيميل جينيتال تراك العدد اللي كرمه الخالق سبع ساعات اكل ومرعى وقلة صنعة فعلا كده قاعد كده سبع ساعات يستمخ في الفيميل جينيتال تراك لا يمكن قبل السبع ساعات دي يعمل فيرتلايزيشن ساعة معرفتها دي انطلق اطفال الانابيب بسرعة فائقة انه بقينا ناخد السبير وتحطه الاول في وسط مماثل الفيميل جينيتال تراك سبع ساعات بعد كده اما نحطه على الاوبا ويعمل لها فيرتلايزيشن السبع ساعات دي يعمل ايه بقى؟ ويعمل الاتي اكل ونرعى وقلة صنعة فعلا
واحد يزيد الموتيلتي بتاعته. ثاني حاجه يعمل اكروزوم رياكشن. الاكروزوم اللي هو تغيرات في الكاف، عارف الولاد كده بيلبس الكاف ده يروح حاطه كده يعمل نفسه كول فالستيرم كده لازم يروح الاكروزوم رياكشن كول اكشن، اللي هو بيزود اللايسوزايمز اللي بتسيح في دماغه فيقدر يخترق الام. يبقى الاكروزوم رياكشن تغيرات في الكاب بتاعه الهيب اساسا يزود اللايسوزايم اللي هي بتساعده ان يكون في الام. دي تاخد كام ساعه لعدد الكلام الخالص؟ 7 ساعات. فعشان السبيرم يبقى عنده كاباسيتي تو فيرتلايز عاوز 7 اورز، فسموا العمليه دي سبيرم كاباسيتيشن. يقعد 7 ساعات كده اكل مرعى وايه الصلاه حتى ما يبتدي يتحرك يزود موتيلتي بقى ويبقى هات كول يغير دماغه الكروزومال رياكشن عشان يعمل فيرتلايزيشن. تصور لما كل الريبرودكشن، يبقى ده السؤال اتكلم على السبرميشن والسبرم كاباسيتيشن ده في الدراسه. طيب فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس، نظري مهم والسؤال سؤال مهم جدا. ليه؟ لان لو ميل ما عندوش سبرماتوجينيسيس هيبقى عقيم. 5% من الميلز عقماء وفي باقي المعاهد العامة، و5% من الفيميل عقماء او عقيمات. عشان عندنا في ثقافتنا الشرقية لما مين يتجوزوا ما يخلفوش كمان يقول لك ست دي ما تخلفش. ست الكونتريبيوشن بتاعها بالضبط زي الراجل، 5% و5% وعليه نسبة العق تقريبا تبقى كام في المجتمع؟ 5% زيادة. واحد عقيم يتجوز واحدة مش عقيمة هتخلف، ده تبقى مصيبة ولا انت فاهم؟ مش حلط 10% غلط تقريبا. هو العقماء بيتجوزوا العقيمات عامل زي كانوا مرة بيسألني ويقول لي هو العقم راسي؟ ايه الكلام؟ واحد عقيم اتجوزت واحد عقيم خلفها واد عقيم. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ معلش المهم استثرتكم عشان تعرفوا أهمية الموضوع ده. 5% من الميل وورلد وايد يهمهم هذا الموضوع لأنهم عندهم failure to produce sufficient number of sperm. عشان كده سؤال مهم جدا. Factors affecting spermatogenesis. حلو النظام قوي، فنظمتها غير الكتاب. هما كبرهم 8 على بعض. انا قسمتهم 5 هرمونال و3 مش هرمونال. طيب انا مش مذاكر، دي اللي علمتكم التشالنج. يعني افرض ان انا جالي السؤال ده انا مش قاريه، فانا هختار هجاوب كالاتي. هقول ادي لنفسي ان التسك دي جونات اللي هي بيحصل فيها الاسبرماتو جن، يبقى 100% عندر دي افكت اوف جوناتوتروبين اللي هما كام هرمون؟ اثنين جوناتروبين ستيك اللي هما اليوتينايزنج هرمون اند فوليكل ستيميتنج هرمون. يبقى على الاقل اديني كتبت 2 بالهواء، يوتينايزنج هرمون اند فوليكل ستيميتنج هرمون. حتى قلنا ان هما تركيبهم هو هو بتاع الفينين، هما مختلفين في الوظيفه. بس اصول الاتيكيت ان احنا استخدمنا الاسماء بتاعت الفيميل. يعني هو في الفيميل بيعمل فوليكل ستيميليشن ماتيور جهاز الفوليكل، فسميناه فوليكل ستيميليشن هرمون. في الميل ما بيعملش كده، بس واخدين الاسم عن الفيميل. والاكنايزنج هرمون اللي بيعمل الكوربس نوتير. بس في فرق، مين شاطر يجاوب السؤال ده؟ في الفيميل مين يبتدي ومين يستني؟ يعني مين اللي بيبتدي فيهم؟ الاف اس اتش، واللي يستني ال ال اتش. هنا العكس، ال LH مهم for early stages of spermatogenesis. عشان كده دورني كلمة early دي وحطها في دار المشروع بتاعتي.
بينما ال FSH مسؤول عن ال late stages. طيب لما جيت اتكلم على وظائف التسكل قلت انها بتعمل سبرماتوجينسيس وربنا خلى التسكل تعمل وظيفه ثانيه عند كراينا ده الانترستيشال سيلز تطلع ايه تستوستيرون صح تستوستيرون وقلت دي مش مصادفه لان الشيء لزوم شيء مفيش سبرماتوجينس بدون تستوستيرون ده اقول لك حاجه ده اللي اتمنى جمهور الـ FSH دول أساسا بيطلعوا تسترون. هقولك ازاي احنا قلنا اللي بيطلع التسترون هو الـ LH بيستمريت الـ Interstitial Cells انها تطلع تسترون. طب اللي يحط له عدد الريسبتور يدوزه عدد الريسبتور هو الـ FSH يعني واحد يطلع والتاني يشوط الـ FSH يحط الريسبتور ويجي الـ LH يعملوه استيميليشن ففي النهاية يطلع تسترون هو الاساس. يعني لو قلت لي قول هرمون واحد مهم للسبرماتوجينز استرون وعشان كده ربنا دول موجودين بره في البيتيوتر بيوصل لنا منهم كميات انما الاسترون بينتج باكمله داخل ايه بس عشان التركيز عالي جدا في التست لان هو ده اهم واحد مهم الاهم ايه قلت لكم ماتيوريشن فيه حط لي العينه تريش هو الانقسام الاختزالي مين يا هذا؟ انتو complete bios هو الانقسام الاختزالي ومهم الجيمة epithelium development and function يبقى لعلي كلمة واحدة تنسلون مهم الان البيت maturation phase ايه اللي يخلي تركيز التنسلون عالي؟ قلتوا قبل كده ثلاث حاجات انه ينتج في التنسل مش بره ويوصلني شوية زي الـ FSH والـ LH لا ده جوه التنسل ممنوع خروجه ممسوك بالاندروجين بايندينج بروتين مكتوب عصابه وبعدين كاونتر كارنت حتى اللي هيخرج حتى اللي هيخرج في البيت هيرجع تاني في الارض لانه هي في السوليد فشويه هيروح الارض ويبقى عندنا تاني يبقى ده حافظ على هاي كونسنتريشن يبقى حتى لو انا مش مذاكر لازم اكتب التلاته دول اند مايند يو هما دول اهم ثلاثه التسكيل اذا جونات يبقى 100% اندر دي افكت وجونات بروتين FSH والـ H بس الوضع نعكس نبتدي بالـ LH ونثني بالـ FSH ويعدي هما الاثنين بيتعاونوا في انتاج التستيرون وان كان دايركتلي الـ LH بيطلع التستيرون بس في حاطط له ريسبتور الـ FSH اهم حاجه التستيرون اهم حاجه التستيرون ماتوريشن بيس كان محمد بنيجي صاحب المركز قلت لكم ان هو مدرس في عندنا في القصر عيني الوحيد اللي حاصل على الكندية والأمريكية ويبس اتشقود في الدكتور ناجع لنا كل حاجة في كلمة مهمة في دول مين أهم هرمون ده الباقيين بيشتغلوا عشان تسترون ايه أهم حاجة في تسترون ماتيوريشن فيز يعني احنا بنعرف كل معلومات بس في حاجات لازم نبقى فاهمينها كويس قوي ودي لو انا طالب ذكي حتى في الإجابة بقول فن ثالث المذاكرة فن والتحصيل فن ثاني والإجابة فن ثالث تحط له الخطوط الحالية مهمة التريشن فيه والتين تسترون هو المهم ان هو ده اللي ربنا انتجه في التستس ومنعه الخروج من التستس لان الروماني بروتين واللي خرج رجعه في الكاونتر كرم كده اثنين اربعة وانهم قبل كده كان بينتبهوا من السيرتولي سيلز اكتبيني ده والـ FSH ويجيبيني نقص الـ FSH فلنهم قبل كده نمرة خمس other hormones ملخص رائع يعني تمام مش هستموه جنب بعض في فريدها ما تكشفشهاش المعرضها أمر هرمونز جروث هرمون وبرولاكتين احنا عارفين البرولاكتين عنده جروث هرمون لايك اكشن فاكر انه كنت كنا قلنا ان البور كان بيبقى عنده ديليت بيورتي لان جروث هرمون والبرولاكتين اللي هو الكيميكال انستراكشن فانكشن ده جروث هرمون مهمين ثيروكسين ده مهم لكل الميتابوليك رياكشنز في الجسم ليبتين فاحنا قلنا ليبتين ده جابوه من كلمه ايه ليبت يعني ليبت ليب رفيع ده اللي بيرفعك ده ليه رول في البيوبرتي مهم جدا الليبتين ده وراء كل رجل عظيم امراه وراء كل سبير شرايد مول اماونت اوف ايستروجين اقرا الصفحه فاضل
other factors. يمكن على 12 other factors. لا أخيرا إيه أخيرا إيه لا 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 لسه بدري. عايز أقول لك حاجة إحنا قايلين مش عايز أكل الترم ده فعلا يعني سوري مع الاعتذار تعبير يعني انفليشن وإلى عربياتنا نفخ خلاص يعني يتم نفخ الطالب لحد ما يعمل بابل وفرع بالمعلومات ليه؟ لأن إيه يعني أكبر ترم في كلية الطب هو تانية افتكرها اتنين اتنين الترم التاني في ألمانيا مش هتتعقد في حياتك قد هذا الترم بس هنتعرف من الهدايا دي يا ريت يعملوا لكم كل النهار كده حاجات صغيرة ايه اليوم الفقر ده؟ والله سامع عليك ربنا سامع عليك كنت بخلي نهاب كان قاعد معايا فبديله يعني السر ازاي تكتب يعني المعلومات فيها شويه خداع خفيف كل اهم حاجه بشكل صرف فما تلتزمش بانك تكتب كل كلمه لاخرها يعني مش لازم تكتب قصيره للاخر في وقت في وقت انتيرو اي ام تي ان سو اون تمبرتشر في ام تي انما لو تعرف ان السطور مليانه تدخل وده حاجه صح في السيكولوجي هقولها لكم على السيكولوجي احنا عندنا في مصر في البيت نحب نسحب الشقه يعني كل ركن نحط فيه فيرنش ده يزود اجريشن الناس تضرب بعض جوه البيت بره تلاقي عفش خفيف جدا لان كل ما البيت يبقى فاضي الناس نفسيتها ترتاح برضه الصفحات المستحبه دي بتخد other facts temperature التستكل بدأت جنب الكلية في وانت جنين عش كده بلاحظوا لما تاخذوا الإيكولوجي مع مدحت ومع إيهاب إن النير سبلاي والبلاد سبلاي بتاع التستس مدينة الأرضي وفاكر خدناها في ريفير بين كان لما الكلية تبوظ تسمع في التست نفس النير سبلاي بس ايه اللي ما قعدهاش جوه؟ تحبش الحر ايه؟ محرورة 37 كل الشحرورة الشحرورة دي صباح الصباح مغنية زمان اكبرت او مرة يقولك مغنية زمان التسكن محرورة مش عجبها 37 فعش كده قرار التهاج اللي منطقها فيها التراوة فخرجت في الانترنال انجوينا رينج معلش كام ده بس بنحكي القصه فانجوينا الكنال فاكسترنال انجوينا رينج واستقرت فين؟ تست وعملت لك مصيبه ديفكت في الابدومينال وول كلمتوا عليه مدحت وايهاب يعمل لك انجوينا هيك عشان محروره ما ينفعش تقعد جوه وتحت بقى اجهزه التكييف عملاقه تحافظ على درجه الحراره ايه اللي يخفض درجة حرارة؟ ان السكين بتاع السكروتم من ارفع الجلد very thin مش كده بس ومنطقة خالية من السبكوتينيس فات ولسه في حاجة رائعة قلناها اللي هي الكاونتر كارميكانينا ان الارتي جاي من الهارت الدم سوح ربنا راح لزقه في الفين بحيث ان الهيت ما يوصلش التست يرجع تاني في فينا الضغط كاونتر كارميكانيزم يبقى ده يخلي درجة حرارة منخفضة السفر اتسقعت قوي التست دي يعني طعم مزاج ندفيها في كريمة ستيريك ماسل خدتوها في الاناتومي المفروض انا ما اعرفش الكلام ده دي برانش من الانترنال اوبليك خلاص تشد التست ناحية الدم ناحية الابدون ده الدنيا مرضت قوي في تارتوس باسل في السكروتم تصغر حجم السكروتم عشان تقلل السيرفس ايه عشان تقلل هيت لوس اجهد التكييف عملاقة دي عشان تكيف السيرفس لانها محرورة محبش حار اثبت هذا الكلام ان لو قعدت جوه يسموا هذا المرض كريبت اوركايديزم والكلمة من ثلاثة اجزاء كريبت علمتها لكم قلت لكم خدوا بالكم في الهيستولوجي معناها هيدن مختبئ تملك كريبت
جهام ترسمها لك تحت خالص، لما جلاند كده تقعد تنزل تنزل بيها تحت خالص تقول لك هنا في كريبت تخبيه، كريبت يعني مستخبي، اورك يعني خصيه، وايزم يعني مرض، مرض الخصيه المختبئه في الابد. اورك يعني خصيه، اوركيدايتس يعني التهاب الخصيه حتى. خصيه لو استخبت جوه قعدت جوه، خد بالك عشان الشيء مهم. مين هيبوظ؟ هي عندها تو فانكشن، السبرماتوجينيسيس تبوظ خالص، لانها اكثر عمليه حساسه في الذكر بتتلكك هي السبرماتوجينيسيس، اي شويه حرايق يوقفوه. لكن التستوستيرون برودكشن يبقى زي ما هو. طب امتى يجي لك عقد؟ لو التو تيستين قعدوا جوه الابدو، لانك محتاج نصف خصية عشان يحصل لك ستريكي لازم بايلاترال كريبت اوركيزم لازم من ايه؟ لكن لو واحده بس لا. طب افرض طفل عنده الاثنين جوه مش هيخلي، بس يبقى عنده كل مظاهر رجوله، تستوستيرون برودكشن ما بيتاثرش بالحرارة، بقى عنده شنب ولحم وسط الايد وعضلاته كله ما يخلفش. هتلر النازي ادولف هتلر كان عنده نيلاترال اندسندنت تيست واحده بس، فحاولوا العلماء يقولوا له يا ابني الحلال مش هتفرق، انت عاوز نص، لكن عقدته في عشق. فعمل الحرب العالميه الثانيه ضايع في الخصيه دي 90 مليون واحد. ولا كان معقد فعلا. كان مفروض يعني زي ناس كتير يلبس نظاره عشان يقرا، اعتبر طب هيبقى خصيه ما نزلتش، ادي مظهر مظاهر الضعف، ولسه كمان نظاره. فامر الشركات في المانيا تعمل له اله كبه تكتب حروف كبيره عشان لما يقف يخطب ما يلبس نظاره. يعني فعلا يونيلاترال عندي سيد التيست ضيعت 90 مليون. ما اظنش بقى لو كان بقى الاطرف. طيب. كمل اوعى تنسى ده سؤال ام اس كيو كريبت اوركيدزم. لو القصتين جوه مش هيخلي، بس مظاهر الرجوله موجوده. مين اللي حساس في التيست؟ مش الوظيفتين. الاكسوكراينال فانكشن بس. الاندوكراينال زي الفل. هيبقى شكله راجل 100%. ده سؤال ام اس كيو، ده سؤال ام اس كيو. الحراره بتوقف نص وظيفه التيست، بتوقف الاسبرماتوجينز هي دي اللي حساسه، لكن ما توقفش التستوستيرون برودكشن. في اثباتات اخرى، برونج فيما. طب لو انت فوق 37 تحت 32 حلو. طب لو انت فوق 40 لا يبقى تحت هتبقى 35 ما ينفعش. عشان كده لو سخنت مفيش اسبرماتوجينز. هوت باد. لو انت خدت لك هوت شاور وركزت شويه على التيست مش هتخلق مش فوريفر بعد الحمام ده. عشان كده يقول لك الكويتس فولوينج هوت باد ان سترايل واتر، يعني تحمى بعد ما تتحماش قبل مش بوظت الدنيا. التايت اندر وير ما تزنقش قوي على التنس، دي محروره مش عاوزه الحراره، سيبها كده لازم تعيش في جلباب ابيك خلاص عشان تحب هي الطراوه. والله انت راجل خلاص. وطبعا اللي ما كتبوش الاوثر والناس اللي غاوي ركوب عجل بقى، عارف بتلبس بنطلون ضيقه وزنقها بكرسي العجله، ده عدد كبير منهم ما بيخالفوش. تحب الرحرحه خلاص؟ ده مش هزار فوق فعلا كده. بس هنا شرط. الجوكي ده اللي بيلبس برضه عارف بنطلون بيلبسه بنطلون غريب كده. ده بتاع الباليه. وكمان زنقه في السادل، هي ما بتحبش الزنق، ليك مهزم. بس لا عاوزه حرارة، لا عاوزه حرارة ولا عاوزه أي حاجة. فالأزياء، الجلباب يا بابا، الجلباب حلو قوي. الجلباب ده من الأزياء الهيئة في الخلفة. طيب يا نهار ابيض كلام علمي علمي ايه يا عم؟ خلصنا في بقى حاجه اقول لك انا لا اعيش و ان انا اعيش في الجبال لازم تعيش فيه لازم عايز لازم تعيش بقى ده كلام غلط. نيجي الدايت، الدايت يا راجل الناس عندها مقولات خاطئه يقول لك لازم ناكل استاكوزا وشريمبس جمبري عشان دي حاجات ده كان فاهم
وكوارع. هو احنا محتاجين بروتين. ليه بروتين؟ افهم. عشان الجونادوتروبين دول اللي بيشغلوا التورف البروتين نيتشر. بس محتاج اي نوع من البروتين حتى الفول هيشتغل. معاه مش لازم استاكوزا، مش فات بروتين. ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ده سعد الصغير يا ابن الفرنجة والبنجة والحاجة. شايف الغير ازاي سعد الصغير؟ ده ما ينفعش بحاجة. طب نيجي البايز. عندي البايز اللي كنت اتعلم بطريقة سهلة. الحروف ورا بعض A, B, C فوت دي اي. معلش ايه اهميه الفيتامين دي، لكن انا هقولها لك كمعلومات عامه. لو نقص فيتامين ايه الجلد بيبقى خشن، يحصل كيراتينيزيشن سكين. طور بيحصل كيراتينيزيشن في الجيرنال ابتيليا، بيبقى في طبق الكيراتين هنا تمنع السبرفس مش بس في الجلد، في التس ده ايه. بي 12 كنت قلتها لكم السنه اللي فاتت او قالها لكم البرت، مهم لون دي ان ايه، والدي ان ايه مهم لل ديفيجن. يبقى مفيش بي 12 في دي ان ايه، مفيش ديفيجن. لما مفيش فيتامين سي مش هيبقى فيه تستوستيرون، بيقلل التستوستيرون. احنا قلنا التستوستيرون ده مهم قوي، معلش المعلومات دي بس معلومات عامه. ليه دول مهمين؟ فيتامين اي ده انتوا خدتوه في البايو عارفينه احسن مني، ده انتي ستريتي فيتامين بس مش في الانسان. ان ريت. نيجي نمره 8، prolonged exposure to X-ray and radiation. بعد قنبلة هيروشيما وناجازاكي في ناس في محيط كيلو متر مربع ماتوا، 100,000 ماتوا on the spot. وناس بقى اللي عانت عاشت، بس عانت من تشوهات في الأجنة وعدم خلف. radiation بتبوظ، إنها عملية حساسة جدا للسبرماتوجينز. وقت مثلها الإكس-راي تلاقي كل اطباء الاكس راي لابسين مراي رصاص، تمام، يحطوك على الجهاز ويجروا كلهم بره. لو لاحظت الحكايه. ولا زلت اذكر اول ما تعبت نائب في القصر العيني، ما زلت فاكر مرتبي كويس قوي. نائب بقى في القصر العيني من اوائل الدفعه 29 جنيه. ولا زلت اذكر ان في واحد زميلنا عيناه بيقبض 32. فانبرى واحد قال له ايه ده؟ بتديله ليه 32 ده؟ قال له ده نائب اشعه. قال له يعني ايه؟ قال له ده عرضه للاشعه هيجي له عقد. فبيدي له بدل العقم يروق نفسه 3 جنيه يروق نفسه بيهم. لا ما اقولش ليه. انا دفعة كام؟ 2005. نيجي ده الاكس راي. بكتيريال اند كيميكال توكسيك. برضه اقول معلومات زياده. اشهر مرض الناس عارفه انه بيعمل عقم التهاب الغده النكافيه البامبس. ولكن في حقائق عاوز اصلحها بمخكم انتوا بس مش عليك. الالتهاب الغده النكافيه لو حصل في طفل لن يؤدي الى عقم. ليه؟ لان الطفل التستل نون فانكشن مش شغاله، وبالتالي البلاد سبلاي بتاعها عالي جدا جدا. طب هو التوكسينز هيوصلوا التست ويبوظوها ازاي؟ طريق البلاد سبلاي. ففي الطفل البلاد سبلاي عالي جدا فما بيوصلهاش توكسينز كافي يبوظها. يبقى الخطورة ان انا يجي لي التهاب في الغدة النكافية وانا عضل، يعني الخطورة في العضل. طب ستيل الناس عارفة العضلة غلط، يقول لك لو حد كبير حصل له التهاب في الغدة النكافية ما يخليهوش. لا، النسبة 5% بس، واحد في كل 20 عضل يجي لهم بروتايتس ما يخليهش التوكسين سبوستس. وما لا يعلموا ناس كثيرين ان واحد في كل 200 في ميل يحصل نفس الكلام. يعني في ميل اكثر حظ لو جالها التهاب في الغدة النكافية الاحتمال عقم 1 لـ200، الميل 1 لـ20، بس مش كل واحد يجيله التهاب في الغده النكافيه وهو كبير يبقى عقيم، وهو طفل مش اي حاجه. معلش معاك بس قلتها. هيبوكسيا قلت العمليه دي عمليه حساسه جدا. الناس اللي تروح تاخد كوتجز فوق جبال سويسرا عشان شهر عسل ده عمره ما هيخليك، لان هاي التيتيود هيبوكسيا، والعمليه دي بتتكلف. اي شويه حراره مش شغاله، اي نقص اوكسجين مش هتشتغل، شويه راديشن مش هتشتغل. لازم يعني تاخد بالك. فانهبت الجاميتوجينز. نريح شويه بقى. تستوستيرون نقرا. ده اهم واحد في الاندروجينز اللي هو التستوستيرون، وهو ستيرويد هرمون. ده قلنا احسن مثال للسكس هرمون هو الستيرويد هو السكس هرمون. يمثل 90% من التستيكولار اندروجين. السورسز في الميل بيطلع منين؟ لسه قايلينها في الانفلكتيشن سيلز
ويبقى ستيميليتد باليوتنايزنج هرمون. طب في الفيميل دايما الميل عنده شويه استروجين وراء كل رجل عظيم امراه كل فيميل هناخد الحصه القادمه باذن الله عندها شويه اندروجين طالعين منين؟ من الجرانيلودا سيلز بتاعت الماتيور جرافيا فولت وبرضه ستيميليتد باليوتنايزنج هرمون. بس هناك بقى هي ليه بتطلع اندروجين؟ عشان لازم الاول تعمل اندروجين وبعدين بالاروماتيز انزيم تحوله الى استروجين. لان قلت ما بتكونش ايسر على طول لازم الاول تعمل اندروجين اللي هو ادم ثم تاخذ منه الايسر. في بوث سكسز اظن قلناها من الشبكه، فاكر الشبكه الادرينال كورتيك زونال كلاريس اللي هي كانت بتطلع هرمونات الجنسيه. كل ده قراءه الام اس كيو. ده بقى خد بالك سؤال الام اس كيو مهم قوي قوي. في الادرينال كورتيك الاندروجين بتاعها ما بيطلعش باليوتنايزنج هرمون بتاع البيتيوتري، هنا بيطلع بالـ ACTH أدريني كورتيكوتون هرمون. فده سؤال الـ MSQ. الجونات بتشتغل بالـ LH سواء تيتس أو أوفرز، الأدرينال كورتكس بتشتغل بالـ ACTH. سؤال الـ MSQ، سؤال الـ MSQ اكتب عليها. سكريشن أدلت الميل بيطلع من 4 ل 6 ملي جرام بير داي. تصحى يا لازم ليفل في الميل 300 ل 1000 نانو جرام. طبعا في الفيميل هتبقى اقل 30 ل 70 كده. كل ده حاجات كده اهو. اقرا الصفحه دي فاضيه، صفحه ما قبل الاخيره، ما قبل لسه كده اهو، ما قبل قبل ايه 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 ايه. انا ما اقدرش اخد الانتراكش على 6 حته، ما ينفعش بخلص. بس الميل ده ما فيش حاجه خالص. انا هديك مذكرة في الميل هتقعد في عشرة. ميل ده بيتسلى يعني. ترانسبورت كل الاستيرويد هرمونز بعد ما تعرفينها بتشالوا على بلازما بروتينز. 98% باوند تو بلازما بروتينز مش كابين، بس احنا فاهمين مينلي جلوبلين لان عنده الهايست افينيتي. القلب من عنده الهايست هم مش كاتبينها، مش كده مش كاتبينها. 2% فري هم دول الاكتف فورم، كل اللي عارفينه الفري فورم هو الاكتف فورم. الفي معظم التستوستيرون بيتحول، دي مهمه قوي في الام اس كيو، 17 كيتو ستيرويدز. يعني ازاي نعرف الميل ده عنده اندروجين كفايه ولا لا، تستوستيرون كفايه ولا لا، عشان بيخلف ولا ما يخلفش. فبنقيس التستوستيرون، بنقيس 17 كيتو ستيرويدز ان يورين. سمول اماونتس بيتحولوا بالاروماتيز انزيم الى قلناها، وبيبقوا كونجوجيتد مع الجلوكرونيك اسيد في الليفر عشان يبقى ووتر سوليبل. المود اوف اكشن متوقعينها، فاكرين السبع اس؟ الاس ستيرويد بحرف الاس. المثال 6 هرمون بحرف الاس اللي هو تستيرون، يبقى سوليبل يدخل جوه الخليه لحد النيوكليس لحد الجين، يبقى جينوميك اكشن، يعمل سنس اوف انزيمز، فبالتالي الاكشن يبقى سلو. فده متوقعين جينوميك اكشن. تستوستيرون بيتحول لمور اكتف كومباوند جوه جسمك اسمه داي هيدرو تستوستيرون، بوست انزيم اسمه الفا ريدكتيز انزيم، بيقل في حالات من العقم اسمها ميل انوكويديزم، هنتكلم عليها الحصه القادمه. انما المهم ان جوه جسمك في تستوستيرون، في 10% مور اكتف فورم اوف تستوستيرون اسمه داي هيدرو تستوستيرون. حفظك بطريقه سهله. التستوستيرون يحب يشتغل جوه، ففي الفيتاس يشتغل على الانترنال جينتالي، وفي الاذر جوه البرونز والماسل. فابتدي جنب الفيتاس والاذر جوه عشان تذكره. التستوستيرون ده يحب جوه، بينما الطاهر التستوستيرون اللي هو مور اكتف واللي هو 10% من التستوستيرون يحب يشتغل بره في الفيتاس في الانترنال جينتالي، وفي الاذر السكين ده بره البينس ده بره. بس دايرة بقى مهمة جدا 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 هو البروستيت. فاضل كل الكلام اللي كان بالزميل فاضل ده ملوش قيمة من غير الكلمة الأولى دي. More than one third دلوقتي بقت even one half مع تقدم العمر of males بيحصل لهم بروستاتيك انلارجمنت بناين مش كارث، وتضغط على اليوريترا تخلي البول صعب وتعمل باك بريشر على الكيدني كارث. الحل زمان كان جراحه،
لما صار البول توصل ضغط عليه. حد ما عرفنا المعلومة دي عرفنا ان اللي بيكبر البروستيت خد بالك هو الدايهيد في السيروم ده بيكبر كل حاجة بره ما عدا البروستيت جوه. يبقى لو انا اديت الفا ريدكتيز انهيبيتور همنع تحول التستوستيرون الى دايهيد في السيروم البروستيت تصغر للنص بس انفورشن تظهر كمان بينس. يعني الدواء ده بيقلل الليبيدو والديزاير والمقدره مش هيصغر البروست بس والبينس مش النص اقل شويه يعني اكتر من النص فبيقلش قوي يعني نفس المقدره بس البروست بتنزل النص فعلا. فعشان كده وورد وايد النهارده بيستخدموا الالفا ريلاكتيز في دوائين في العالم اللي في مصر اسمه بروسكار اللي بره اسمه ابو دار. ده ساعتها تقعد في اعلانات سي ان ان تلاقي الابو دار ده لانه نص الرجاله عندهم اللاجند بروست يعني ده بيستخدمه نص رجاله يا بروسكار في مصر بس ادويه غاليه جدا خلاص او الابو دار دي بتعمل ايه افهم مش كده عشان يبقى كام دي قيمه ولا بنحفظه ليه ده عشان كده مستعجب الزميل كاتب الكلام من غير ابلكيشن انه كان لازم يكتب لنا نوت ان الالفا ريدكتيز انهبيتور ده از يوزد ان ذا تريتمنت اوف بنايج اللاجند بروست بتبقى فاهم الدور باك مش هيأثر على البروستيت بس وين؟ بينس فهيقلل مقدرات الجنسية بس طبعا بدل ما يحصل باد بريشر على الكيدني ورينال فيلير. كنترول سيكريشن نظري مهم وسؤال بعد القراءة ده علينا نص صفحة قراءة. بص بقى معايا التستوستيرون تعال نتابع القصة بتاعته بيطلع وانت جنين في الفيتس يعني في الفيتس تستوستيرون. طب الجونادوتروبينز اللي بتطلع التستوستيرون في الفيتس ده جايه منين؟ مش من البيتيوتري البيتيوتري لسه ما اتكونتش ده من بلاسينتا بلاسينتا الجونادوتروبينز البلاسينتا هي اللي هتدي جونادوتروبينز. يبقى الفيتس عنده تستوستيرون. تعالوا المرحلة الثانية بقى في الشايلد هود زي ما اتولد بلاسينتا خدناها ورميناها يبقى مفيش بلاسينتا جونادوتروبينز والبيتيوتري لسه ما اشتغلتش. عشان كده الطالب يذاكر لما واحد يقول له قول لي البيتيوتري هرمونز ان تشايلد أربعة بس ما تقولش جونادوتروبينز مفيش جونادوتروبينز في تشايلد وعليه التست اللي بتتوقف وعليه very minimal amount of testosterone يعني في very minimal amount of gonadotropins في الادوليسنت اللي هو في البلوغ يبتدي البيتيوتري تطلع جوناتروبين فتبتدي التسكل تطلع ample amount of testosterone ويحصل بلوغ اللي هي طوال فترة البلوغ والادلتهود. by aging السن الكبير بقى الناس لما تكبر تعدي سن 60 وما شابه يبتدي التستوستيرون برودكشن يقل والقوه الجنسيه تقل. ده قصه التستوستيرون يطلع يقل ويطلع يقل بالظبط ماشي كده عشان ما تنساش. وتصدق ولا تصدق في تستوستيرون في الفيت لكن ما فيش تستوستيرون في الشايلد. الفيتس عنده تستوستيرون. طب ليه بيطلع تستوستيرون في الفيتس؟ مهم السكس ديفرانشيشن وده لوحده سؤال داخل سؤال تبعي نظر مهم يعني يقول لك اشرح السكس ديفرانشيشن وما تلخبطوش مع السكس ديترمينيشن. عاوز اتقل لها السنين قادمة سكس ديترمينيشن يعني ده من عمره بيجي السؤال ده انك انت لو اكس اكس تبقى في مين اكس واي واي بيبقى صغير الكروموزوم بتاع الواي صغير والبلاوي كلها بتتشال على اكس اكس لينك ديزيز على فضاله ده يبقى مين ده اسمه سكس ديترمينيشن. خلاص سكس ديترمينيشن ده مين اللي بيتيرمن السكس الميل ولا الفيميل؟ ايه رايك؟ مين؟ الميل هو اللي عنده الاكس والواي خلاص؟ هو الوحيد اللي عنده الاثنين اكس وواي
فيبقى رجل اثنين. عشان كده المقوله ان الست دي بتجيب بنات وما بتخلفش ولاد غلط، اللي بيديتيرمن السكس هو البيبي.